تعلموهن الغزل ولا تعلموهن الخط. فلنتخيل حال المرأة المصرية الذي ساد لعقود في ظل هذا المثل. ولنتخيل أيضاً حجم قوتها وكفاحها وإصرارها على تغيير ذلك الواقع الثقافي والاجتماعي الذي كبلها سنين طوال، لكنها كسرته إلى غير رجعة. نبوية موسى أول فتاة تحصل على شهادة البكالوريا عام 1907، وصفت بأنها رائدة تعليم الفتيات في مصر الحديثة. واجهت غبن الأسرة في منعها من التعليم، وعلمت نفسها بنفسها في المنزل القراءة والكتابة واللغات. باعت مصوغتها والتحقت بالمدرسة السنية وقاومت مقاطعة أسرتها لها. وهبت حياتها لقضية التعليم والمساواة بين الجنسين، وقاومت تعنت السلطة. آمنت بدور العمل الأهلي فأسست جمعية ترقية الفتاة وأنشأت مدارس بنات الأشراف سنة 1921، ثم مجلة الفتاة عام 1937. ملك حفني ناصف باحثة البادية أول فتاة تحصل على الشهادة الابتدائية عام 1901، ومعها فيكتوريا عوض، وحصلت بعد ذلك على دبلوم المعلمات وعينت بالمدرسة السنية. شاركت ملك في الجمعيات النسائية وكتبت مقالات شهيرة من أجل تعليم المرأة تنادي الآباء: أخرجوا بناتكم من ظلمة الجهل. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ أول امرأة تحاضر بالأزهر الشريف، من أوليات من اشتغلنا بالصحافة، أول امرأة عربية تنال جائزة الملك فيصل في الآداب. اشتاقت للتعلم والذهاب للمدرسة ولم تكن قد بلغت العاشرة بعد، فإذا برد أبيها: ليس لبنات المشايخ العلماء أن يخرجن إلى المدارس الفاسدة المفسدة. صدمتها الإجابة، لكنها منذ تلك اللحظة ظلت تقاوم وتصر على التعلم، حتى التحقت بالجامعة وأصبحت من أشهر الشخصيات الأدبية العربية. وغيرهن وغيرهن من النساء اللائي قدن حركة تعليم المرأة، وبقناعة تامة بأن نجاح الحركة النسائية ككل يبدأ من التعليم. وهذا ما عملت من أجله هدى شعراوي، صفية زغلول، سيزان براوي، إستر فهمي، سعاد زهير، إنجي أفلاطون، درية شفيق وغيرهن من رائدات الحركة النسائية المصرية. إن قضية تعليم المرأة تحلق بنا عبر تاريخ عظيم، تذكرنا بعقول التنوير في القرن التاسع عشر، رفاعة الطهطاوي عندما كتب المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين، عائشة التيمورية عندما كتبت وقائع الأحوال في الأقوال والأفعال، الشيخ محمد عبده وقاسم أمين والشيخ مصطفى عبد الرازق وغيرهم. تذكرنا أيضاً قضية تعليم المرأة بالصالونات الثقافية التي تبنت قضايا المرأة، مثل صالون الأميرة نزلي فاضل. تذكرنا بالمرأة عندما تقود مجتمعها وتغيره بنور العلم، فجامعة القاهرة إنما هي نتاج المبادرة التي أطلقتها الأميرة فاطمة إسماعيل، وتبرعت بأرضها ومجوهراتها لبناء أول جامعة أهلية في مصر. وتلتحق الفتيات بالجامعة الجديدة يواصلن دورهن الفاعل في تنمية وتقدم مجتمعهن.
سهير القلماوي، أول فتاة مصرية تحصل على درجة الدكتوراه في الجامعة المصرية. لطيفة زيات، تقود اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عام 1946 لمواجهة الاحتلال الإنجليزي، وتبدع من أجل الحرية، ولقد هزت المجتمع بروايتها الشهيرة الباب المفتوح، والتي تدعو فيها إلى تحرير العقل. أمينة سعيد كانت من أوائل الدفعات التي التحقت بالجامعة وأخذت الصحافة مهنة لها. أمينة الحفني أول مهندسة مصرية، وهي أول فتاة تخرجت في كلية الهندسة سنة 1950. عائشة راتب أول سفيرة مصرية، والتي أصبحت مرجعاً في القانون الدولي. سميرة موسى الفتاة النابغة التي امتلكت أسرار الطاقة الذرية. ولطيفة النادي أول امرأة مصرية تقود طائرة عام 1933. وكم من الأسماء تسطر بحروف من نور في تاريخ مصر الحديثة، فلقد اقتحمت المرأة المصرية مختلف المجالات والتخصصات العلمية. وتظل قوة المرأة تحفر ملامحها على طريق الحياة. لقد برهنت مسيرتها عبر الزمن على أن حال المرأة في الأمة هو أكبر دليل على حال تلك الأمة. إن عزت المرأة عزت بها الأمة.